طبعا فرقة غنائية جميلة جدا. أنا سعيدة بنات في بنات الاستوديو بنات في بنات، ونروح بقى المصورين ونقعد احنا هنا يعني نغني براحتنا صح؟ في الجو اللطيف بتاعنا ده في الاستوديو معايا بنات حلوين قرروا يعملوا فرقة، والفرقة كلها بنات، ويغنوا أغاني حلوة ويعملوا بهجة زي ما هم عاملين بهجة في استوديو 9. نبدأ من الأسماء، صوروا نسيت الأسماء بس هبقى فكرك. لوجين لوجين شهد نسمة ميرنا أيوة. وعلى الدرامز مريم وعلى البيس جيتار ريهام وعلى الجيتار نور وعلى الكيبورد غدير. بنات في بنات. حاجة. مين اللي هيتكلم؟ ليه بنات في بنات؟ وحلو طبعا يعني هو احسن حاجة. احنا اصلا صحاب مع بعض من الاوبرا. احنا في الاول كنا مع بعض في الاوبرا. بدايتكم في الاوبرا. كنا بنغني في الاوبرا. بعدين عملنا البند، كان معانا في الاول كان في شباب، بعد كده كتف قانوني ولا ايه؟ لا ما خلاص مشي بقى خلاص. انتوا يعني قررتوا تبقى بنات بس. قابلنا سنيور ماهر ذكري. شفنا ادانا اسم كايروتا، احنا بقينا اسمنا كايروتا. كده قابلنا بقى البنات الجميله. كان اسمكم الاول يلا نغني. يلا نغني. ليه غيرتوا الكايروتا؟ لان شكلنا نفسه اتغير، لوننا اتغير. فحسيتوا عايزين تعملوا اسم كايروتا كمان. كانت لوجين بتقول ماهر ذكري. ماهر ذكري ده منتج منفذ ومخرج، بيجيب دايما فرق من اسبانيا بتلعب هنا في الاوبرا، فرق اللي هي الباليرينا والفرق الاسبانيولي والحاجات دي. فهو جه يحضر لنا مره حفله وشافنا، قال لكم انتوا كايروتا. قال لنا انتوا كايروتا ليه؟ لانه الاسم ده اسمه صبايا القاهره. فاحنا صبايا في بعض، فقال لك بس خلاص بقى انتوا هيطلق عليكم الاسم ده من هنا. فبقيتوا حابينه اكتر يعني. بالظبط. طيب بتغنوا ايه؟ يعني مين عايز يتكلم؟ قولي يا شهد. احنا بنغني كل الالوان، يعني ما فيش لون معين احنا بنغنيه. صلاح جاهين. يعني بالظبط. صلاح جاهين جميله. بنغني كل الالوان يعني، وبنغني لو اغاني قديمه بنغنيها بشكل جديد شويه، توزيع شويه في المزيكا، يعني كل الالوان احنا بنغنيها. نسمه بتغنوا فين؟ يعني مين جمهوركم؟ احنا عملنا حفلات في الاوبرا وفي ساقية الصاوي، ورحنا مش اوبرا القاهره بس، يعني رحنا اسكندريه ورحنا دمنهور. جمهورنا الحمد لله ان احنا من كل الاعمار، يعني هتلاقي الناس الكبيره بيسمعونا وبيحبونا، لان احنا الاغاني اللي بنختارها قريبه للجيل، قريبه يعني للجيل الاكبر. بالظبط. يعني حتى لما بنختار حاجه من الجديد بنختار الحاجه الحلوه على ودن كل الناس، سواء شباب او كبار، فعندنا جمهور من كل الاعمار. ويعتبر اغانيكم لانه فيها شويه فولكلور وحاجات اقدم، فتبقى جديده على الشباب. في حفلات كامله عملناها كده فولكلور. فولكلور بس. في حفلات كامله عملناها بس فولكلور. طيب بتتدربوا ازاي بقى؟ يعني اولا انتوا كلكم بتغنوا اصلا يعني خريجين دارسين للموسيقى ولا لا متنوعين؟ مختلفه. بسرعه. طيب دراسه اعلام القاهره. زميله اعلام. اهلا ده زملاء. اداب انجلش اعلام اكاديميه بحريه. ده انتوا اعلام بقى ده لازم اقعد في النص يعني وغني بقى كاريوتا. طيب وبتعملوا بقى بروفات ونفسكم تعملوا ايه؟ احنا طبعا شغلنا وتنقيتنا للاغاني زي ما كانت شهد بتقول، احنا بروفاتنا بتبقى يعني عكس كده خالص. يعني احنا بنحب دايما نقول مثلا احنا في الحفله دي هنعمل كذا، تلاقينا في البروفا في وسط الشغل بنطلع بنكريت اغنيه ثانيه. طبعا الموسيقيين الحلوين اللي معانا دول طبعا فجاه بيقوموا مطلعين شكل مزيكا معين. لا وحلو بنات بقى تعملوا بروفا في اي حته بالظبط. وقتكم